يا ويل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعه. اول مره تشوفوني لابس اللبس ده بناء على طلب حبايبي واصحابي، يعني عشان هم قالوا لي انت صعيدي ومش بتفوق باللبس الصعيدي خالص يعني. فانا لبست لهم صعيدي وبقيت فيديوهاتي كلها هكون لبس لهم صعيدي عشان هم عايزين نلبس صعيدي، فانا ما اقدرش ما البس صعيدي لان العمه دي شرف الصعايده، وطبعا انتوا عارفين الجلابيه البلدي، فده اللبس اللي احنا بنرتاح فيه. فندخل على الفيديو على طول. تمام، النهارده هقول لكم على موضوع انا قريت خبر كده بصراحه من ساعه ما قريته وانا مخي ضاق، والله ما عارف ايه اللي حصل. الخبر بيقول يا جماعه المرحاض اتسرق. عارفين طبعا انتوا ايه المرحاض، يعني الحمام الكبانيه الفرنجي اتسرق. والله مش بقول كلام وخلاص، انا المرحاض اتسرق. الكلام ده حصل في قصر من قصور بريطانيا، بس المفاجاه الكبيره ان المرحاض دقيقه ابو ذكري خلينا نكمل الكلمتين يا ابو ذكري. المرحاض يا جماعه كان مصنوع من الذهب. ايوه بتضحك علي يا ابو ذكري، دقيقه يا ابو ذكري بتكلم صح، انا خلينا اتكلم مع الناس. المرحاض كان مصنوع من الذهب وكان في احد القصور في بريطانيا، فصحي من النوم الصبح فوجئوا ان المرحاض اتسرق. اتسرق؟ كيف المرحاض اتسرق؟ طب يعني ده دخل واحد، يعني حد يعمل حمام عشب في المرحاض خده معاه؟ طب يا جماعه فهمونا عاد، والله احنا اتلخبطنا. طب المرحاض ده المصنوع من الذهب، يعني بيستعملوه عادي؟ قالوا بيستعملوه عادي، والناس بتدخل وبتقضي حاجتها عادي. كيف يعني؟ انا اقعد على مرحاض ذهب يا جماعه؟ والله احنا سمعنا عن كرسي ذهب، عن معلقه ذهب، عن حاجات كثير ذهب، لكن مرحاض ذهب لا دي كثيره والله. طب المرحاض ده لما يبوظ يا جماعه، يعني السفون ولا الشطاف بتاعه، يجيبوا له سباك ولا يجيبوا له صايغ اللي هو الجوهرشي يعني، ولا يجيبوا له ايه؟ والله حاجه تطير العقل، انا بصراحه ما اعرفش يعني، حاجة تتعب نفسيا. المرحاض ده مش الحنفية، لا المرحاض اللي بنقضي فيه حاجتني مصنوع من الذهب الخالص، وكل مرحاض ذهب في ذهب يعني. طب اللي هيقعد على المرحاض ده مش عارف يعمل ايه والله، واصل الدنيا كده اتلخبطت وكل حاجة دخلت في بعض. رد عليا بالله عليكم، الخبر ده حقيقي يا جماعة، ولو عملتوا بحث عليه والله هتلاقوه. المرحاض الذهب اتسرق يا جماعه، المرحاض يا بتوع المرحاض، يا اصحاب المرحاض عاملينه ليه من الذهب بس انت يعني؟ والله انا لو شفت مرحاض ذهب اخاف اقعد عليه. اي والله اخاف اقعد عليه مرحاض الذهب. كيف يا كيف انت هتقولوه دي بس؟ وجاري البحث عن اللي سرق المرحاض، وبالك بقى ما يقبض على اللي سرق المرحاض ويصوروه بالمرحاض، هو التهمه بتاعته يعني تتكتب له سرقه مرحاض ولا مش عارف تتكتب له ايه بالظبط، يعني رايح ده سرق الكبانيه. الله يستر عليك. السلام عليكم. يا ويل.